السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في حلقة جديدة على قناة برومت سكريبت. اليوم سنقوم بالتحدث عن موقع رائع جدا اسمه ماي بوك انفستمنت. هو موقع استثماري كما ترون هناك انفست كريبتو كرنسي وري سمارت، طريقة العمل الخاصة بهم وهناك البلانز الخاصة مع الموقع. كما ترون هناك يعطيك الأبوات الخاصة به وطريقة العمل الخاصة به، لأنه لديهم خبرة أكثر من 8 سنوات. كما ترى هناك، لماذا يجب عليك الاستثمار في الموقع؟ لأنه سيرتيفيكيتد SSL Investment Expert، لديهم خبرة، وهناك Constitute Company. كما ترى طريقة الانفستمنت الخاصة بك سوف تقوم بالتجديد، تضغط على سين أب وتقوم بإدخال المعلومات الخاصة بك، لا تقوم بإدخال لوجين، وهكذا يتم الذهاب وحمل ديبوزيت من الموقع. تقوم هناك كما ترون البروسيس الخاصة به، وهناك طريقة الربح من 1.5 إلى 3% يوميا. كما ترون هناك طريقة العمل الخاصة بها، كما ترون هناك يعطيك آخر أعداد قوم بالربح. هناك البلانز الخاصة بالموقع، هناك 4 بلانز من الميني، أدفانس، برايم، وكاليبسو. الميني من 100 إلى 1450، أدفانس 1450 12500، برايم 12500، وكاليبسو 75000 إلى 200000. كما ترون هناك يعطيك بالتدقيق طريقة العمل، كما ترون هناك الأسئلة الشائعة الخاصة به. كما ترون هناك نقوم بالضغط على اللوجين. هناك كما ترون هذا هو الحساب الخاص به برامج كريبتو. قمت بشراء $100 كما ترون، وتقوم بعمل استثمار مباشرة أمامكم. كما ترون هناك طريقة العمل مالك، سواء تقوم بالضغط على ديبوزيت هكذا وتقوم بعمل ديبوزيت، تختار مثلا الإيثيريوم أو لايت كون أو بي تي سي، تضغط على الرقم كما تريد أن تقوم باستثماره، ثم تضغط على ديبوزيت هكذا. من هناك تقوم بإرسال هذه $100 إلى هذا الإكشنج كما ترون. بالنسبة للموقع، فإنني لم أقوم بتجربته جيدا، يعني يمكنك أن تقوم بالبحث لكي تقوم بالاستثمار، لأن هذه ليست منتهى استثمارية. كما ترى هناك الديبوزيت الخاصة بها، الويدرو الخاصة بها، يمكنك تقوم بعمل ويدرو بطريقة سهلة، سوف أدخل الأماونت والبين الخاصة بك. هناك بيبول، يمكنك تقوم بتعرف الناس. هناك البروفايل الخاصة بك، وهناك كما ترى البروسيس الخاصة بي. أول شيء سأقوم بعمل انفست في أبلان. هناك كما ترى هذا هو البلان، سأقوم بعمل انفست في بلان ميني. هناك أقوم بعمل باي فيا بروسيس بالانس، أضغط على هكذا وهكذا سيتم الشراء. كما ترى هناك يو هاف سكسفول بوش ميني اكس 1 بالانس، كما ترى قمت بشرائها، وإذا تم تفعيل البلان الخاص بي كما ترى هناك يعطيك بالهيستوري قمت بشرائها والبلان الخاص بي، يعني الريتيرن ماني يكون $125. هناك يعطيك البلان، تضغط على مانج يور بلان، وهناك يعطيك كما ترون طريقة سهلة عليك تقوم بالعمل بهذا الشيء. هناك تبسط الوضع كما قلنا، هناك ستاتيستيك الخاصة بك كما ترون هناك، يعطيك طريقة هناك البلدان قامت بالربح من الموقع كما ترون هناك، توب 10 ريفرز، توب 10 كانتريز كما ترى هناك، وطبعا ترى كوميشن ريفر، وهناك ماني كما ترى الأرباح الخاصة بهم. هناك أرباح منذ البداية إلى النهاية كما ترى، وهناك سمري كما ترى لدي 7.99 لأنه قمت بشراء البلان الخاص بنا. إلى هنا تنتهي حلقتنا هذا اليوم، أتمنى تعجبكم هذه الحلقة، تلقى إن شاء الله في حلقة جديدة، إلى اللقاء.